بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للفقيه موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله. الدرس الثاني. على قول واحد. أما بعد فهذا مختصر في الفقه من مقنع الإمام الموفق أبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله بعدما حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد. وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، تابها في الخطب، تابها في الكتابات والمؤلفات، فهذا مختصر. هذا مختصر. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه، هذا هو المختصر، ما قل لفظه وكثر معناه. وهذا مطلوب من كل من يتحدث إلى الناس أو يؤلف أو يخطب، أن يحرص على الاختصار، بأن يقلل الألفاظ ويختار الألفاظ التي تشتمل على معان كثيرة، كما كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كلمات معدودة يسيرة تحفظ ويسهل تفهمها، ما كان يطيل على الناس. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، حفظ الخطاب، وأثنى على الخطباء الذين يختصرون الخطب ويطيلون الصلاة، ووصفهم بالفقه، قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه، يعني علامة على فقه. فهذا مختصر في الفقه. الفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي والاستصحاب وإلى آخر الأصول التي ذكرها من أدلتها التفصيلية، وهو علم عظيم أثنى الله جل وعلا على أهله وحث على التفقه في دينه، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الذين يتفقهون في دينهم. كان السلف يفضلون الاشتغال بتعلم الفقه على الاشتغال بنوافل العبادات والأذكار، يقولون إن الجلوس للتفقه في الدين أفضل من الاشتغال بصلاة النافلة والاشتغال بالتسبيح والتهليل والتكبير، لأن الصلاة والأذكار نفعها قاصر على صاحبها، أما تفقه الدين فإنه ينفع صاحبه وينفع غيره، نفعه متعد. من مقنع الإمام الموفق أبي محمد، من مقنع، كتاب اسمه المقنع، من تأليف موفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي، من أكبر شيوخ مذهب الإمام أحمد، وله المؤلفات المشهورة في المذهب مثل العمدة الفقه، ومثل الكافي، مثل المغني عمدة في الفقه، والمقنع الذي أشار إليه هنا، والكافي والمغني، هذه من أشهر كتبه في الفقه رحمه الله.
والكتاب المقنع فيه بسط وتفصيل، وروايات عن الإمام أحمد. فجاء هذا الإمام أبي النجا موسى الحجاوي اختصره بهذا الكتاب، اختصره يعني أخذ منه الأقوال المعتمدة واقتصر على قول واحد في المذهب من أجل تدرج مع طالب العلم شيئا فشيئا. المختصرات كما نبهنا في الدرس السابق في كل فن عليها مدار عظيم في معرفة العلوم، فهي أصول للعلوم، ومن لم يحفظ المختصرات لم يكن عنده أصول يبني عليها. بعض الناس يزهد في هذه المختصرات ويروح للمطولات، وهذا من قلة فقهه وعلمه، لأن العلم ما يؤخذ دفعة واحدة، ومن أراد أن يأخذ العلم كله تركه كله، إنما يؤخذ العلم شيئا فشيئا بالتدريج. ويقولون العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، إذا أعطيت العلم كلك أعطاك بعضه، لأن العلم واسع لا يمكن أن تلم به كله، لكن يعطيك بعضه بعضا منه. فهذه المختصرات عليها مدار عظيم ولها أهمية، وما ألفت عبثا، فينبغي العناية بها حفظا وفهما، لأنها تدرجك إلى ما فوقها من العلم. مقنع الإمام الموفق عبد الله بن قدامة شيخ الحنابلة في وقته وإمام المذهب وصاحب المؤلفات في المذهب التي ذكرناها، على قول واحد، على قول واحد، أي أنه اقتصر في هذا المختصر على قول واحد في المذهب، ولم يأتي بالخلاف والأقوال لئلا يشتت ذهن الطالب المبتدئ. طالب المبتدئ أحسن شيء يأخذ قولا واحدا في المذهب، ثم بعد ذلك يتدرج ويتوسع في معرفة الأقوال الأخرى وأدلتها والروايات، على شيء فشيء على قول واحد وهو الراجح، أي هذا القول هو الراجح، يعني بالدليل، الراجح بالدليل، الرجحان إنما يكون بالدليل، فلا يرجح قول على قول إلا بالدليل من الكتاب والسنة، وهو الراجح في مذهب أحمد. قالوا قوله هو الراجح هذا في الغالب، وإلا قد يكون هناك أقوال في هذا المختصر ليست هي الراجح، لكن بحسب ما ظهر له رحمه الله، والغالب أن ما فيه هو الراجح، لكن قد يكون فيه بعض الأقوال مرجوحة. هو الراجح في مذهب أحمد. المذهب اسم مصدر، من ذهب يذهب مذهبا، ذهب يذهب مذهبا، وقد يكون يراد بالمذهب ما هو حسي، مثل ذهب فلان إلى الشام، ذهب إلى كذا، ذهب لحاجته، هذا حسي. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب، يعني لقضاء حاجته عليه الصلاة والسلام، إذا ذهب أبعد المذهب حتى يتوارى عن الناس عليه الصلاة والسلام. ويراد بالمذهب في الاصطلاح ما قال به المجتهد بدليل، ما قال به المجتهد بدليل ومات قائلا به، هذا هو المذهب، ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به. ولاحظوا هذه الضوابط، ما قاله المجتهد يخرج بذلك من لم يبلغ مرتبة الاجتهاد، فليس لقوله فائدة ولا عبرة، شرط يكون مجتهدا، يعني ممن تتوفر فيه شروط الاجتهاد المعروفة في أصول الفقه، بدليل
أيضا ما هو المدار على قوله مجرد قوله ولو كان مستعدا، بل لا بد أن يكون قوله مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة. أما مجرد القول الذي لا دليل عليه هذا لا عبرة به. ومات قائلا به، أما لو رجع عنه قال به في الأول ثم رجع عنه صرح بالرجوع فإنه لا يعد مذهبا له لأنه رجع عنه. إذن هذه الضوابط. بن الحنبل الشيباني بالنسبة إلى الشيبان بن ذهل أحد أجداده نسب إليه، وقال الشيباني نسب إلى جده. الشيبان بن ذهل أحد الأئمة الأربعة، ولد رحمه الله في بغداد ونشأ بها، ثم رحل في طلب العلم إلى مكة والمدينة واليمن والشام، والتقى بحفاظ الحديث ورواة الحديث وروى عنهم حتى أصبح من كبار المحدثين وعد إمام أهل السنة، ومن تلاميذه الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي، هؤلاء من تلاميذ الإمام أحمد في الحديث، وله تلاميذ في الفقه كثيرون أخذوا عنه المذهب، وله مؤلفات من أهمها المسند في الحديث 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 30,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمي بالمسند لأنه يذكر ما يروى عن الصحابي في مكان واحد، يجمع كل ما روي عن الصحابي في مكان واحد ثم يذكر ما يروى عن الصحابي الثاني وهكذا، هذا معنى المسند. ومن مؤلفاته كتاب التفسير بالأثر، كتاب التفسير بالأثر يقولون يحتوي على 150,000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتبه الرد على الزنادقة الجهمية، وهو مطبوع موجود، ولكنه لم يؤلف في الفقه، وذلك لورعه رحمه الله، لم يؤلف مؤلفا في الفقه، وإنما أخذ تلاميذه مذهبه منه مشافهة الدروس ومن فتاواه ومن رسائله التي يرسلها إلى الأقطار، فجمعوا مذهبه من هذه المصادر مما سمعوه منه مباشرة في دروسه، ومما أفتى به على النوازل التي يسأل عنها، ومما أرسله إلى تلاميذه وإلى العلماء المعاصرين له، فجمعوا من ذلك مذهبه. يقولون وأكبر من أكبر من اهتم بذلك 5: ابنه عبد الله، وابنه صالح، والمعروذي، والأثرم، والحربي، هؤلاء هم أشهر من روى عنه واعتنى بمذهبه، مذهب الإمام أحمد على مذهب على قول واحد وهو الراجح في مذهب أحمد. ثم قال: وربما زدت، وربما حذفت منه، يعني من المقنع، ربما حذفت منه يعني من المقنع مسائل نادرة الوقوع، يعني قليلة الوقوع، وزدت ما على مثله يعتمد، يعني استبدلها بأقوال يكثر وقوعها ويحتاج إليها من غير المقنع، وهذه ما تسمى بزيادات المختصر، زيادات المختصر
وهي قليلة ما هي كثيرة محصورة. وربما حذفت منه مسائل أي من المقنع نادرة الوقوع فلم أختصرها لأنها لا تمس الحاجة إليها وزدت ما على مثله يعتمد. وهكذا ينبغي للعالم أنه يعتني بما يحتاج إليه الناس. أما المسائل التي يقل وقوعها أو المسائل الغريبة أو النادرة فهذه لا يوليها اهتمامه. وهكذا طالب العلم أيضا يجب عليه أن يعتني بما هو كثير الوقوع هنا ويحتاج الناس إليه ولا يشتغل بالأشياء التي انتهى وقوعها أو يقل وقوعها. فلا يروح الغرائب الأقوال وزدت ما على مثله يعتمد أهل العلم. وهذا الانتسابان المقنع ومختصره. المقنع الموفق يعتبر من أعيان المذهب. هذا الكتابان يعتبران من أعيان كتب المذهب. أما الأول وهو المقنع فقد أقبل الناس عليه واعتنوا بشرحه وله شروح كثيرة منها الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن بن أبي عمر والمشهور بالشرح الكبير وهو مطبوع. ومنها الإنصاف للمرداوي في معرفة الراجح من المرجوح من الخلاف شرح للمقنع. ومنها الممتع شرح المقنع ابن المنجى وهو مطبوع أيضا طبع أخيرا. ومنها المبدع في شرح المقنع لإبراهيم المقدسي المفلح من بيت المفلح وهو مطبوع أيضا ومشهور ومرجع عظيم في الفقه المبدع ومؤلفه من المحدثين يعتني بالحديث أيضا. ولذلك يعتمد على تصحيحه للحديث وتضعيفه له. الفقهاء يقولون حسنه صاحب المبدع أو ضعفه أو صححه صاحب المبدع لأنه محدث. وأما المختصر الذي بين أيدينا فله شرح واحد فقط وهو الروض المربع شرح زاد المستقنع لشيخ الحنابلة في وقته في مصر البهوثي رحمه الله البهوثي وهو من المشهورين في مذهب أحمد في وقته شرح هذا المختصر بشرحه الحافل الطيب الروض المربع شرح زاد المستقنع وهو الذي بأيدي الناس الآن يدرسونه ويرجعون إليه وليس له شرح غيره. يقال إن الشيخ سليمان بن علي جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب سليمان بن علي مفتي نجد في وقته وهو جد الشيخ محمد بن عبد الوهاب إنه شرح زاد المستقنع. فلما اطلع على شرح البهوثي أتلف شرحه واكتفى بشرح البهوثي ذكر هذا بن بشر في تاريخه والله أعلم. لكن هذا الشرح الذي هو الروض المربع اعتنى به العلماء وكتبوا عليه حواشي كثيرة منها حاشية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بطير رحمه الله مفتي الديار النجدية في وقته وهو مطبوع وحاشية على شرح المنتهى وحاشية على شرح الزاد وكلاهما مطبوع. ومنهم الشيخ ابن فيروز الأحسائي له حاشية على شرح الزاد لكنه لم يكملها. ومنها حواشي كثيرة اهتم بها الشيخ عبد الله العنقري رحمه الله عبد الله بن عبد العزيز العنقري قاضي
إقليم سبير في وقته، اعتنى بهذه الحواشي واستخلصها في حاشية واحدة تسمى حاشية العنجري، وهي مطبوعة الآن. ومن آخر من كتب عليه حاشية الشيخ عبد الرحمن بن القاسم، الشيخ عبد الرحمن بن القاسم من تلاميذ الشيخ محمد بن إبراهيم رحمهم الله، وهو معروف ومشهور، وحاشيته مطبوعة، وهي حاشية واسعة وحافلة بالمعلومات. نعم. وربما حدثت منه مسائل نادرة الوقوع وزدت ما على مثله يعتمد، إذ الهمم قد قصرت. يعني أنني عملت هذا العمل وهو القيام بالاختصار وحذف المسائل النادرة، الاقتصار على المسائل كثيرة الوقوع، السبب في هذا أن الهمم، همم طلبة العلم، قد قصرت، فيحتاجون إلى من يقرب لهم هذا العلم، ولا كانوا في الأول عندهم رغبة في الفقه ويقبلون عليه ولا يحتاجون إلى اختصار، كانوا يحفظون المطولات، لكن لما تأخر الزمان قلت العناية بالعلم وانشغل الناس، إصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء. فلما تأخر الوقت وكثرت الغفلة والكسل، احتاج الناس إلى من يقرب لهم هذه الكتب المطولة ويختصرها، وهذا من باب العناية بطلب العلم، وأن العلماء يجب عليهم أن يهتموا بتعليم الناس بالطرق والوسائل التي تناسب كل وقت. إذ الهمم قد قصرت عن المطولات والموسعات التي كان الطلبة فيما مضى يستوعبونها ويحفظونها لما عندهم من الإقبال والرغبة على طالب العلم، وطالب العلم لا يشبع من العلم، من همان لا يشبعان، طالب العلم وطالب الدنيا. لكن كل ما تأخر الوقت كثرت الغفلة والعوائق، الهمم قد قصرت، والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، انشغل الناس بالتجارة وانشغلوا في الحرق وانشغلوا في الملذات ومالوا إلى الراحة والدعاء، فصرفتهم هذه الشواغل عن طلب العلم، هذا هو الواقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. إذ الهمم قد قصرت والأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التفويض. يعني لا تزهد في هذا المختصر، فإنه مع صغر حجمه وكونه في جزء صغير بدل مجلدات كثيرة، فإنه قد احتوى على ما تحتوي عليه المطولات، احتوى على ما تحتوي عليه المطولات من المسائل، مع اختصار العبارة وتقليل الكلام مهما أمكن، فهذا المختصر يشتمل على ما تشتمل عليه غالب المطولات بلفظ موجز، إذا شرح وفصل فإنه يبلغ مجلدات كثيرة. نعم. حوى ما يغني عن التطويل. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن فهذا المختصر ذكر له المؤلف رحمه الله مميزات خمس. الأولى أنه من كتاب المقنع الذي هو عمدة الحنابلة، وثانيا أنه على قول واحد ليس فيه أقوال أو اختلاف يشتت ذهن الطالب، ثالثا أنه على الراجح، أنه اختار القول الراجح بالدليل في مذهب أحمد، وهذا مما يوجد الثقة به،
لا يوجد الثقة به. إذا علم طالب العلم أن هذا هو القول الراجح اطمأن إليه. رابعا أنه حذف المسائل النادرة واستبدلها بالمسائل الكثيرة الوقوع، وهذا مما يراقب في هذا المختصر، أنه يعتني بالمسائل التي تقع في دنيا الناس وحاجة الناس، ويترك المسائل النادرة نادرة الوقوع لأنها لا يحتاجها الناس، ومحلها في المطولات، من أراد أن يرجع إليها يستفيد منها. ما هو معنى هذا إهدار المسائل النادرة؟ لا، ما هو إهدار، ولكن محلها في المطولات، من أراد الرجوع إليها. الخامسة، الميزة الخامسة، أنه مع صغر حجمه وقلة أوراقه حوى ما تحويه الكتب المطولة، فإذا قرأته صار عندك حصيلة تستطيع بها أن تصعد إلى الكتب المطولة، لأن الكتب المطولة شرح لهذه الأقوال التي ذكرها في هذا المختصر، شرح لها وتبسيط لها، فيكون معك أصل تبني عليه لمطالعة المطولات، ويكون معك سلم تصعد عليه للمطولات. هذه الميزات الخمس ذكرها رحمه الله لهذا المختصر، وهي فعلا ميزات صحيحة، هي ميزات صحيحة وواقعة، ما هي مبالغات، فلا يقال انه يمدح مؤلفة، لا، هذا كلام صحيح إذا طبقته على الكتاب وجدته صحيحا. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم، ختم المقدمة بهذه الكلمة العظيمة، لا حول ولا قوة إلا بالله، بهاتين الكلمتين ختم هذه المقدمة، بهاتين الكلمتين العظيمتين اللتين هما من أفضل، أو هما أفضل الذكر، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة ومعناها لا تحول من حال إلى حال إلا بالله سبحانه وبإعانة الله. الإنسان لا يقدر أنه يتحول من حال إلى حال إلا بقدرة الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع يتحول من جاهل إلى عالم إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من غني إلى فقير إلا بتوفيق الله، لا يستطيع يتحول من مريض إلى صحيح إلا بتوفيق الله وقدرة الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه البراءة من الحول والقوة، براءة الإنسان من الحول والقوة، وإسناد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة عظيمة من أفضل أنواع الذكر. والكلمة الثانية هو حسبنا ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل أي الموكول إليه جميع أمورنا. وهذه الكلمة قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا له، هذا بعد غزوة أحد، حددوه أنهم يرجعون على المسلمين ويستأصلونهم، إن الناس قد جمعوا لكم يعني الكفار فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف الحرج. وماذا كانت النتيجة لإبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت النتيجة لإبراهيم أن قال الله للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، والنتيجة لمحمد صلى الله عليه وسلم انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فالكفار لما بلغهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه خرجوا من المدينة ينتظرونهم، قالوا ما خرجوا إلا من قوة، فأصابهم الرعب فاندحروا،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه هذا التهديد أمر من اشترك في غزوة أحد أن يخرج، وفيهم الجراح ومدخلون في الجراح، فخرجوا طاعة لله ولرسوله. فلما علم المشركون بذلك أصابهم الرعب ورجعوا خاسئين، ورجع المسلمون سالمين غانمين لم يمسسهم سوء. هذه نتيجة هذه الكلمة العظيمة حسبنا الله ونعم الوكيل، أي الله كافينا ونعم الوكيل هو سبحانه وتعالى الذي نكل إليه أمورنا ونفوض إليه جميع أمورنا. نعم. كتاب الطهارة. كتاب الطهارة. الآن بدأ المؤلف رحمه الله بالغرض الذي من أجله ألف هذا الكتاب، بدأ بكتاب الطهارة. لماذا؟ لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام. أما الركن الأول وهو الشهادتان فهذا له كتب العقائد، هذا اعتنت به كتب العقائد وكتب التوحيد. بقية الأركان الصلاة والزكاة والصيام والحج والمعاملات هذا موضوع كتب الفقه. ولما كان في طليعة العبادات الصلاة لأنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت الصلاة تتوقف على الطهارة، كانت الصلاة تتوقف على الطهارة لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. بدأ بكتاب الطهارة. الطهارة بما لا تكون؟ تكون بأحد أمرين، إما بالماء عند وجوده والقدرة على استعماله، وإما بالتيمم عند عدم الماء أو العجز عن استعماله. فبدأ بالطهارة وما تحصل به الطهارة، تحصل بالماء أو بما ينوب عنه وهو التيمم. هذا هو وجه المناسبة. وقوله كتاب، الكتاب هو ما يجمع المسائل. الكتاب مصدر كتب، مصدر كتب كتابا وكتابة، وأصل الكتب الجمع، أصل الكتب الجمع، ومنه الكتيبة وهي القطعة المجتمعة من الجيش. فالكتب في اللغة هو الجمع، سمي الكتاب بذلك لأنه يجمع كلمات ويجمع أبواب وفصول ومسائل، فسمي كتابا لجمعه ما يتضمنه من المعاني. والطهارة لغة النزاهة، النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. طهارة على قسمين، طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك، طهارة من البدع، الطهارة من الذنوب، إنهم قوم يتطهرون، أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ما معنى يتطهرون؟ يتركون الفواحش من اللواط وغيره. فسموا تجنب لوط وقومه للفواحش سموه طهارة، وعيروهم بالطهارة. شوف الانتكاس والعياذ بالله، ما لهم ذنب إلا لأنهم يتطهروا أو اعترفوا على أنفسهم بالنجاسة والقدر، واعترفوا للوط عليه السلام وأتباعه بالطهارة. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه أظهر الحق على ألسنة هؤلاء الظالمين، إنهم قوم يتطهرون. فالطهارة هنا معنوية وهي النزاهة عن المعاصي وعن الشرك، نزاهة عن الشرك والمعاصي والذنوب. الشرك نجاسة، قال تعالى إنما المشركون نجس، نجاسة معنوية. والتوحيد طهارة، التوحيد طهارة،
معنوية، والقسم الثاني الطهارة الحسية، وهي استعمال المطهر لإزالة الحدث أو إزالة النجاسة، هذه طهارة حسية، أن تستعمل المطهر لإزالة الحدث أو إزالة النجاسة، هذه هي الطهارة. وهذا معنى قولهم هي النزاهة والنظافة من الأقدار الحسية والمعنوية. نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. هذا تعريفها اصطلاحا. طهارة اصطلاحا هي ارتفاع الحدث. الحدث معه، الحدث هو معنى يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وتلاوة القرآن، يمنع من الصلاة ومس المصحف، أما التلاوة قد تجوز وقد لا تجوز، لكن يمنع من الصلاة، فالمحدث لا يجوز له أن يصلي ولا تصح صلاته، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والحدث معنى يقوم بالبدن، ما هو شيء مشاهد، معنى يقوم بالبدن على إثر حصول ناقض من نواقض الوضوء المعروف، يتصف البدن حينئذ بعدم الطهارة، سواء كان هذا الحدث صغير أصغر كالبول والغائط والنوم وغير ذلك، أو كان حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس. هذا الحدث يمنع من صحة الصلاة ويمنع من مس المصحف ويمنع من الطواف، الطواف يشترط له الطهارة عند جمهور أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروى عنه أو يذكر عنه أنه طاف بالبيت إلا وهو على طهارة، ملازمته لذلك يدل على شرط الطهارة، لأنه لو كانت الطهارة ما هي مشروطة لتركها ولو مرة واحدة. وثانيا النبي صلى الله عليه وسلم منع الحائض لن تطوف، قال لا تطوف بالبيت حتى تطهري، علق الطواف بالطهارة، وهذا يشمل الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، السبب هو الحيض، لكن الرسول قال حتى تطهري، فعلق جواز الطواف بحصول الطهارة، سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو من الحدث الأصغر. ويروى حديث الطهارة بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، لكن قالوا هذا الحديث في سنده مقال، لكن هذا يعتضد بما ذكرنا، يعتضد بكون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطف إلا وهو على طهارة، وبمنعه الحائض وقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالذي يقول أنه يجوز الطواف للمحدث هذا غلطان. نعم. وهي ارتفاع الحدث وما في معناه، وما في معنى الحدث هنا شيء ما هو بحدث لكنه في معنى الحدث تشترط له الطهارة، مثل غسل اليدين للقائم من نوم الليل، إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، اليدان ما فيهما حدث، فما الحكمة من غسلهما؟ الله أعلم، هذا أمر تعبدي، هذا أمر تعبدي، الشيء الذي أمر به الشرع وهو لم يعرف حكمته هذا يقال له تعبدي، لكن يقطع أن الشرع لا يأمر إلا لحكمة، لكن قد تظهر لنا وقد لا تظهر لنا، إن ظهرت لنا قلنا لحكمة أو لعلة كذا أو بسبب كذا، وإن لم تظهر لنا فإننا يجب علينا العمل ولو لم نعرف الحكمة. ويسمى هذا بالأمر التعبدي، الذين تعبد لله بفعله ولا يتوقف العمل على معرفة الحكمة،
لا يتوقف هذا. الواجب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها، لكن نجزم أن الله لا يأمر إلا لحكمة تظهر لنا أو لا تظهر لنا، الله أعلم. فغسل اليدين من النوم من قيام الليل هذا أمر تعبد، وهو في معنى رفع الحدث. فلو غمس يديه في الماء قبل أن يغسلهما يقولون فسد الماء، لأنه خالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا سيأتي. إذا كان الماء قليلا هذا سيأتي إن شاء الله. وكذلك تغسيل الميت، تغسيل الميت هذا الأمر فيه تعبد، لأنه لو كان عن حدث ما ارتفع الحدث، لأن الموت لا يزول بالتغسيل، الموت لا يزول بالتغسيل. فما الحكمة في تغسيل الميت؟ الله أعلم، لكن أمرنا بهذا فنمتثل. هذا في معنى رفع الحدث، وليس هو رفع للحدث، لأن الموت لم يرتفع هو باقي، فسموه بمعنى رفع الحدث. هذا معنى قوله أو ما في معنى، أي في معنى الحدث. نعم. وزوال الخبث. نعم. الطهارة الحسية على قسمين، الطهارة الحسية على قسمين. القسم الأول رفع الحدث وما في معنى، القسم الثاني زوال الخبث وهو النجاسة الطارئة على محل طاهر، وهي تسمى الطهارة الحكمية، النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. لأن النجاسة الحسية على قسمين، نجاسة عينية هذه لا يمكن تطهيرها، النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها، كنجاسة الكلب، الكلب لو تغسله الليل والنهار ما طهر، ما تزول النجاسة منه. كذلك الخنزير نجاسة عينية، الحمار نجس نجاسة عينية، لا يمكن لو تغسله الليل والنهار ما طهر، لأن عينه نجسة، هذه نجاسة عينية لا يمكن تطهيرها. القسم الثاني النجاسة المعنوية، النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي تطرأ على محل طاهر، مثل الثوب يصيبه البول، يصيبه الدم، يصيبه شيء من النجاسات، فهذا لا بد من غسله حتى تزول النجاسة. ولو صليت في ثوب عليه نجاسة ما صح صلاة، عليه بول، عليه عذرة، عليه دم نجس، دم حيض أو دم مسفوح، فإنه لا تصح صلاة حتى تغسل هذه النجاسة. أو صليت في مكان نجس مع القدرة على إزالة النجاسة ما تصح صلاة. إزالة النجاسة الحسية يكون من ثلاثة أشياء، من الثوب ومن البدن ومن البقعة. من الثوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصاب ثوبها الدم أن تغسله. من البدن كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أن في أحد كفيه نجاسة وهو في الصلاة خلعها، فلو أصابت البدن نجاسة فلا بد من غسلها. من البقعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، فدل على أنه لا بد من طهارة البقعة التي يصلى عليها. كل هذا يسمى بإزالة النجاسة الحكمية، وهي الطارئة على محل طاهر. هذا معنى قوله الطهارة هي زوال، هي رفع الحدث وما في معناه، هو زوال الخبث وهو النجاسة الحكمية. نعم. فلا بد للصلاة من الأمرين، من رفع الحدث، ولا بد من رفع النجاسة الحكمية، زوال النجاسة الحكمية. نعم. المياه ثلاثة. لما عرف الطهارة وأنها قسمان، طهارة من حدث ويكون ذلك بالوضوء
من الحدث الأصغر والاغتسال من الحدث الأكبر، أو إزالة النجاسة التي على الثوب أو على البدن أو في البقعة. أراد أن يبين المادة التي يطهر بها، والمادة التي يطهر بها الحدث والنجس هي شيء واحد، هي الماء، هي الماء. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزل وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فالحكمة في إنزال الماء من السماء هو إزالة النجاسة وإزالة الحدث، ليطهركم به. فلا يطهر تطهر، لا يجوز الوضوء بغير الماء كسائر السائلات والمائعات. لو توضأ الإنسان بعصير، العصير سائل ماء، أو توضأ بالبنزين، أو توضأ بغاز، كل هذه سوائل طاهرة، سوائل طاهرة، لو توضأ بها ما صح الطهارة، لأن الله جعل لنا شيئا واحدا للطهارة وهو الماء فقط. أو توضأ باللبيب وهو ما يطرح فيه الفواكه حتى يكون حلو ويشرب، يعني عند الجمهور لا يجوز الوضوء به وأجازه الحنفية، لكن هذا أصله ماء، ماء طرح فيه فواكه لتحليته، لكن الجمهور يقول لا، ما لأنه أصبح نبيل، ما هو ماء، تحول من اسم الماء إلى اسم النبيل فليس ماء مطلقا. فالأصل في مادة التطهير هو الماء عند وجوده، والماء بحسب حاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ماء طهور، وماء طاهر، وماء نجس. لذلك قال: المياه، المياه ثلاثة، يعني بحسب أنواعها: طهور وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره، ونجس وهو الذي لا يجوز التطهر به. نعم. المياه ثلاثة: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، وهو الباقي على الطهور. الطهور بفتح الطاء هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. هذا النوع لا يزيل، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة إلا هو، إلا هو، لما ذكرنا لكم أن الله جل وعلا أخبرنا أنه أنزل الماء للتطهير: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلا يزول، لا تزول النجاسة ولا يرتفع الحدث إلا بهذا النوع من الماء، الماء الطهور. الماء الطهور ما هو؟ قال لك: الباقي على خلقته، الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها من عذوبة أو ملوحة أو برودة أو حرارة، الباقي على أصله وعلى خلقته، هذا هو الطهور. فإن تغير عن أصله فهذا يأتي بحثه، هذا هو الطهور. المقصود أن الطهور هو الباقي على خلقته التي خلقه الله، سواء نزل من السماء كالأمطار، أو نبع من الأرض كالعيون والأنهار، أو تذوب من الثلج أو من البرد، كله طهور والحمد لله، لأنه باق على أصله وعلى خلقتي، سواء كان حارا بطبيعته أو باردا بطبيعته، سواء كان عذبا فرات يشرب أو ملح كالبحار. قال صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. نعم.
طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره من المائعات كما ذكرنا. لا يجوز بالعصير، لا يجوز بالبنزين، لا يجوز بالسوائل المطهرات اللي تستعمل الآن، السوائل المطهرة، لا يجوز بالجاز، كل هذا ما يحصل به التطهير إلا بالماء. نعم. وهو الباقي على خلقته، هذا تعريف الطهور، هو الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها لم يتحول. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع الكافور. الطهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام حسب ما ذكره هنا، نلخصها في: أولا طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته، الثاني طهور يكره استعماله وهو ما تحول عن خلقته لكن بسبب ممازجة شيء طاهر كما يأتي. هذه أقسام الطهور: طهور لا يكره استعماله وهو الباقي على خلقته، طهور يكره استعماله وهو ما خالطه شيء طاهر غير طعمه أو لونه أو ريحه، طهور للمرأة دون الرجل. نعم. هذا ملخص ما سيذكره المؤلف هنا. نعم. فإن تغير بغير ممازج كقطع كافور ودهن أو بملح ماء. إذا خلط الماء بشيء لا يذوب في الماء، خلط بشيء لا يذوب في الماء وإنما يطفو على سطحه مثل الدهن والزيت وقطع الكافور وهو نوع من النبات طيب الرائحة يستعمل في الغسيل ولا سيما تغسيل الجنائز، هذا ما يختلط مع الماء وإنما يطفو على سطحه. نعم. هذا لا يكره. نعم. فإن تغير بغير مماسك كقطع كافور ودهن أو بملح مائي. أو بملح مائي، تغير بملح مائي، لأن الملح على قسمين: ملح مائي وملح معدن. الملح المائي هو ما ينعقد من السباخ حينما يمر عليها السيل، الأرض السبخة إذا مر عليها السيل تجمد السيل وصار ملح، هذا مائي لأن أصله الماء. هذا إذا خلط مع الماء لا يضر لأن أصله الماء، إذا تغير الماء بهذا الملح لا يضر لأن هذا الملح أصله الماء فلا يضر. النوع الثاني من الملح: الملح المعدني، وهو ما يكون من أجزاء الأرض، هناك ملح معدني يكون في الأرض مثل الرصاص ومثل الحديد، ومثل الأرض فيها معادن منها الملح المعدني، وهذا يؤخذ من بعض الجبال، هذا إذا خلط مع الماء وغيره يكره استعماله كما سيأتي. نعم. أو سقينا بنجس كره. وكذلك من أقسام الماء الطهور، من أقسام الطهور المكروه الاستعمال، ما سخن بحطب النجس لأنه يتصاعد مع الدخان شيء من أجزاء النجاسة فتؤثر في الماء، هذا لو تطهر به صح الطهارة صلاة، لكن يكره استعماله مع وجود ما هو أحسن منه. نعم. من باب الورع والاحتياط. نعم. فالمكروه، لاحظوا هذا القاعدة عندهم، أن المكروه إذا احتج إليه زالت الكراهة، الماء المكروه إذا احتج إليه زالت الكراهة. نعم. وإن تغير بمكثه أو بما يشق صول الماء عنه. إذا تغير الماء بسبب مكثه في المحل هذا لا يضر ولا يكره، إذا تغير بمكثه مثل البئر إذا هجرت لا شك أنه يصير لها رائحة يسمونها العوام صارية يعني ملوحة، هذا لا يضر لأن تغيره بسبب المكث فقط، ما جل ما شيء وإنما سبب الحباس التغير، هذا ما يكره استعماله. أو بما يشق صون الماء عنه،
معك الفلات هذه تجيب الرياح من الأشجار ومن الأوراق وتجدع فيه تغير بسبب ما تلقيه الرياح فيه. هذا ما يضر أيضا أنه ما يمكن شق ما يمكن صون الماء عن هذا الشيء. أو بطحله تغير بطحله يسمونه الناس الشباء اللي ينبت في الماء هذا أيضا ما يضر لأن أصله من الماء. أو تغير بمجاورة ميتة دابة ميتة تجيب الريح الهواء تجيب الهواء ريح النتنة ويصير الماء يتأثر بهذه الرائحة بسبب جلد الريح لريح الجيبة هذا لا يضر أيضا لأنه لا يمكن شق صون الماء عنه ولا يكره هذا. أو تغير بسبب مروره بسبب مروره مع المواصيل أو مع السواقي هذا لا يضر أيضا لأن تغيره مما يشق صون الماء. أو مر بمعدن مر بكبريت مر بحديد مثل ما هو موجود الآن في الآبار العميقة يطلع الماء في رائحة معادن هذا ما يضر نعم ولا يكره نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم التمذهب ما حكم التمذهب قال فيه شيء مذموم وما حكم الانتساب إلى مذهب كالحنبلي والشافعي والمالكي هذا فيه تفصيل. الإنسان اللي عنده قدرة علمية وتأهيل للاجتهاد توفر في شروط الاجتهاد لا يجوز له أن يتمذهب بل عليه أن يرجع إلى الكتاب والسنة ويأخذ ما ظهر له أنه هو الصحيح. وهذا لا يكون إلا للأئمة الكبار للأئمة الكبار المتبحرين للأئمة الأربعة ومن لهم مرتبة الاجتهاد هؤلاء لا يجوز لهم التقليد لأنهم ليسوا بحاجة إليه ولأنهم مأمورون باتباع الكتاب والسنة وهم يقدرون على ذلك هذا لا يجوز لهم الاجتهاد. القسم الثاني طالب العلم المتمكن طالب العلم المتمكن لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد طالب علم متمكن لكن ما بلغ رتبة الاجتهاد ما بلغ رتبة الأئمة الكبار ولا يقال له مجتهد هذا لا بأس أن ينتسب إلى مذهب أحد الأئمة الأربعة الحنبلي والحنفي والشافعي والمالكي لكن يأخذ ما ترجح بالدليل من قول هذا الإمام أو من قول غيره ما ترجح لديه بالدليل من أقوال أهل العلم يأخذ به هذا يسمى مرجح فقط ما هو مجتهد لكن مرجح لأقوال العلماء هذا يأخذ ما ترجح لديه بالدليل سواء من المذهب الذي ينتسب إليه أو من أي مذهب من المذاهب الأربع ما ترجح لديه بالدليل أخذ به من أقوال الأئمة. وهذا مثل شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم والأئمة الذين لم يبلغوا رتبة الاجتهاد المطلق يسمى هذا مجتهد مذهب الأول يسمى مجتهد مطلق وهذا يسمى مجتهد مذهب. القسم الثالث المبتدي والعامي هذا ما يصلح يرجح ما يعرف هذا عليه أن يسأل أهل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيسأل أهل العلم الذين يثق بعلمهم ويثق بدينهم ويأخذ ما أفتوه به وهذا لا بد يقلد لا بد أنه يقلد لأنه لو لم يقلد لهلك وين يروح. فالناس على هذه الدرجات الثلاث المجتهد المطلق هذا ما يجوز له يقلد مجتهد المذهب هذا لا بأس أنه يقلد لكن ما يقلد من غير دليل ما يقلد من غير دليل لا بد يرجح. الثالث اللي ما عنده أهلية لا لهذا ولا لهذا لا للاجتهاد المطلق ولا للاجتهاد المذهبي هذا يجب عليه أنه يقلد أهل العلم الموثوقين بدينهم وعلمهم فيسألهم
ويأخذ بما يقولون أو بما يجيبونه به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل غسل اليدين بعد النوم خاص بنوم الليل أم إنه يجب بعد كل قيام من نوم في النهار أو في الليل؟ لا، هذا خاص بنوم الليل، أما اللي يقوم من نوم النهار لا، إنما يغسل يديه سنة من سنن الوضوء حتى ولو ما نام. إذا أراد الإنسان أنه يتوضأ يستحب أنه يبدأ بغسل يديه استحباب، أما الذي يقوم من نوم الليل فيجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يبدأ بالوضوء، بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فقوله أين باتت يده هذا يدل على أن المراد نوم الليل، لأن البيات يطلق على نوم الليل دون نوم النهار، نوم النهار ما يقال لبيات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما انتهى من وضوئه بعد أن استيقظ من نومه ولم يغسل كفيه في بداية الوضوء، من انتهى من وضوئه بعد أن استيقظ من نومه ولم يغسل كفيه في بداية الوضوء، هل يعيد وضوءه؟ لا، يصح وضوءه لكن مع الإثم، يصح مع الإثم إن كان متعمد ترك غسل كفيه بعد النوم من الليل يأتب، لكن وضوءه صحيح. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لغسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم، أليست العلة فيه كما ذكر في الحديث ويقوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده؟ هذه ما هي بعلة ظاهرة، هي بعلة ظاهرة. بعض العلماء يقول نعم هي هذه هي العلة، مثل ابن القيم يقول: لأن يده قد تقع على فرجه وهو لا يدري، تقع على قبله أو على دبره وهو لا يدري، لكن هذا التماس أهو، يعني أهو واضح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وبعضهم يقول إن ابن القيم أيضا ذكر هذا، إن لا يدري أين باتت يده، يقول لأنها يبيت فيها شيطان والشيطان نجس، كل هذا التماس ما هو. نعم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء العذب؟ نعم، يجوز، يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود الماء العذب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك، عن التطهر بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فقوله هو الطهور ماؤه خلاص معناه أنه يتطهر به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذهب الجمهور إلى عدم صحة الوضوء بالنبي، لكن ألم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بنبيذ التمر؟ لو صح هذا صار حجة، لكن ما صح، ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما هذا أخذ به الحنفية ولم يصح به دليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للمس الكلب والخنزير والحمار، هل يجب الوضوء من ذلك أم يكفي غسل اليدين فقط؟ ولا غسل اليدين، إذا كان الكلب والخنزير والحمار يابس فلا يضر لمسه، لا يحتاج غسل اليدين إلا من باب التنظف فقط. أما إن كان الكلب رطب عليه أصابه ماء ورطوبة فنعم يجب غسل اليدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء النازل من المخيفات، لأن الناس كانت الكلاب تخالطهم به، لا سيما إذا كانت للحراسة أو للصيد، أو فلم يذكر أنهم كانوا يغسلون أيديهم إذا لمسوها أو لمستهم، ما ذكرها، كانوا يستعملون الحمير يركبونها، ولا ذكر أنهم يغسلون أيديهم، من باب رفع الحرج عن الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء النازل من المكيفات أو أجهزة التبريد، هل يعد طاهرا أم طهورا أم نجسا؟ هذا تكتسب المكيفات من الجو، لأن الجو فيه رطوبة، الجو فيه رطوبة، والرطوبة تأتي من البحر، من البحار أو من البخار الذي يصعد من المياه، فلا بأس به، هذا طهور، هذا ماء طهور لأنه أصل متصاعد من المياه الطاهرة. نعم. لا، ما هو من الغاز، هذا من الجو، من الجو،
أما إذا كان أنه من الغاز معروف أنه من الغاز فلا ما يصح، لكن ما أدري، لكن إذا كان أنه من الجو فهو طهور. أما إن كان أنه من الغاز كما تقول، لكن المعروف عند الناس أنه من الجو، ولذلك الكيفات تختلف بالأجواء الرطبة عن الأجواء الصحراوية. نعم نعم. وكذلك أيام الأمطار، أيام الأمطار إذا يكثر نزول الماء من المكيفات لأن الجو رطب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة للماء المقطر الذي يستعمل في بطاريات السيارات، من أي أنواع المياه هو؟ إن كان مقطر من الماء الطهور فله حكم أصله، له حكم أصله وله مقطر، مثل الماء المقطر من البحر اللي تشربونه الآن، هذا مقطر من البحر يسمى بالتحلية، هذا طهور، يعني أصله طهور فهو طهور أيضا. نعم، هو بحسب أصله. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شاهدت مسرحية في إحدى الجامعات في هذه البلاد، ومن ضمن اللقطات مشهد لدرس فقهي يجلس فيه الشيخ المعلم وحوله مجموعة من الطلاب، فيسأله أحدهم بقوله: يا شيخ أنا رضعت من امرأة 5 رضعات فهل تحرم علي؟ فيجيبه الشيخ: إذا رضعت منها 5 رضعات والخامسة ممزوجة بالسريلاك فإنها تحرم عليه. فضيلة الشيخ، السؤال: هل هذا فيه استهزاء بالدين؟ وهل من قال بهذا الشيء وساعد عليه يكون مرتدا ولو لم يقصد الاستهزاء؟ إيش معنى الكلام هذا؟ السيريلك، وش السيريلك؟ الغذاء حليب الأطفال، ها؟ الغذاء حليب الأطفال، إيش ما يضر؟ إذا مزج الحليب مع غيره من المغذيات ما يضر، هو حليب ويثبت الحرمة ولو كان مخلوط مع غيره من أنواع المغذيات، وليس في هذا استهزاء، ما فيه استهزاء. نعم. فسواء شرب الحليب خالصا أو مخلوطا مع غيره الحكم واحد، لا يختلف. إذا رضع 5 رضعات من لبن من حليب خالص أو حليب مخلوط مع مغذيات فإنه يكتسب الحرمة، بقوله صلى الله عليه وسلم: 5 رضعات في حديث عائشة: 5 رضعات معلومات يحرمنا، قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من المعروف لدى الكثيرين احتواء العطورات على الكحول، إلا أن نسبة هذه الكحول غير معروفة، فما حكم شراء وبيع مثل هذه العطور؟ وإذا كانت محتوية على الكحول فهل تعتبر نجسة ولو كانت النسبة قليلة؟ وإذا كانت كذلك فما حكم صلاة من صلى بثوب مسه شيء من هذا الطيب؟ هذه العطورات كثر الكلام فيها، ولكن هذه العطورات إذا كانت تسكر من يتناولها بسبب ما فيها من الكحول هذه نجسة ولا يجوز شراؤها ولا استعمالها، لأن الخمر، الخمر يجب إتلافه. أما إذا كانت لا تسكر من تناولها فإنها لا حكم لهذه الكحول، لأنها لا تؤثر، وهي مستهلكة وضائعة مع غيرها فلا تعذير لها. فالضابط هو الإسكار وعدم الإسكار. إذا كانت هذه العطورات تستعمل للإسكار وتسكر فهي نجسة، وإن كانت هذه العطورات لا تسكر من شرب شيئا منها فإنها الأصل الطهارة ولو كان فيها شيء قليل من الكحول، لأنها لا حكم للشيء القليل بجانب الشيء الكثير الغالب عليها. نعم. رضي الله الشيخ وفقكم الله، مس الفرج أثناء الاستحمام. نعم. مس الفرج أثناء الاستحمام، هل يوجب علي الوضوء بعد الاغتسال حتى ولو نويت في الاغتسال الوضوء؟ لا، إذا نويت دخول الوضوء مع الاغتسال فلا يضرك مس الفرج، لأن الوضوء يدخل مع الاغتسال، والاغتسال لا يبطله مس الفرج، دخل الأصغر في الأكبر وصار الحكم للأكبر فلا يضر. أما إذا توضيت قبل ثم اغتسلت ومرت يدك على فرجك مباشرة من غير حائل بطل الوضوء، فلا بد من إعادة الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يلزم الطلاب في المدارس في حصة القرآن الكريم الوضوء
علما أن ذلك يأخذ من وقت الدرس، وإذا لم يتوضأ فلا بد للطالب أن يمس المصحف. هل يلزم الطلاب في المدارس في حصة القرآن الكريم بالوضوء؟ نعم. علما أن ذلك يأخذ من وقت الدرس، وإذا لم يتوضأ فلا بد للطالب من أن يمس المصحف. لا بد من الوضوء، يمس المصحف، هذا حكم شرعي. قال صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. فيجب على المدارس أن تعطي الطلاب فرصة، إلا إن كان الطلاب صغار ما بلغوا سن التمييز فيعفى عن ذلك، لكن إذا كانوا مميزين فإنه لا بد من الطهارة، وتعطيهم المدرسة فرصة يتوضأوا. هذا حكم شرعي يقدم على الحصص، وعلى لا بد من التقيد به. نعم. المهم أنهم يمكنون من الوضوء، ومن أراد أن يتدار منب على وضوء وأراد يتوضأ يمكن من ذلك لأجل مس المصحف. نعم نعم، يضبطون تسيب، يضبطون، يقدرون يضبطونهم، يقدرون يضعون لهم وقت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سئلت حفظكم الله في ليلة البارحة عن قول: حرام علي زوجتي إن شربت الشيشة ثم شربها، فقلت حفظكم الله: لا يشربها وعليه كفارة يمين. لا يشربها في المستقبل، لكن عليه كفارة يمين بسبب الشرب الذي مضى، سبب الشرب الذي مضى، لأنه حلف في يمينه، عليه كفارة يمين. أما في المستقبل لا يشربها، يتوب إلى الله. نعم نعم. اقرأ السؤال. قل: ذكرتم حفظكم الله في سؤال ليلة البارحة، السائل يقول: حرام علي زوجتي إن شربت الشيشة، فقلتم: لا يشربها وعليه كفارة. لا يشربها يعني في المستقبل. نعم. وعليه كفارة يمين. عن الماضي، عن الشرب الماضي. نعم. السؤال: أليس قول علي الحرام يكون ظهارا فتكون عليه كفارة ظهار؟ لا، هذا من باب الحلف، ما هو من باب الظهار، ما قصد الظهار، قصد الحلف وهو الامتناع، قصد الحلف وهو الامتناع، فيكون حكمه حكم اليمين، لأنه قصد به ما يقصد باليمين، فحكمه حكم اليمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت أصلي وفي أثناء الصلاة خرج من أنفي بضع قطرات من الدم، فهل أعيد الصلاة علما أنني مسحت هذا الدم بشماغي؟ الشيء اليسير ما يضر، الشيء اليسير قطرة القطرتين من الرعاف ما تضر، أما إذا نزف صار نزيف هذا ينقل، تنصرف وتنشف الدم وتتوضأ من جديد وتبدأ الصلاة من جديد. نعم. أما إذا كان يسير وتوقف تستمر في صلاة والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم بمشاهدة بعض الرياضات في التلفاز إذا كانت مشاهدتها لا تلهيني عن الصلاة؟ وما هو القول الراجح في مسألة الفخذ، هل هو عورة أم لا؟ الذي يلهي عن الصلاة هذا حرام ما في شك، والذي لا يلهي عن الصلاة يكره لأنه عبث. وش الفائدة من مطالعة الألعاب الرياضية؟ عبث، من باب العبث وضياع الوقت، فينبغي أنك تصون وقتك عن مثل هذه الأمور. وأما الفخذ فهو عورة، عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، هذا كله عورة، يدخل في ذلك الفخذ فهو عورة. في الحديث: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، الفخذ عورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تجديد الوضوء من غير أن ينتقض هل يعد بدعة وإسرافا؟ وإذا كان القصد منه الوضوء إذا صليت به يستحب تجديده، إذا استعملته في عبادة وأردت أن تصلي مرة ثانية يستحب تجديده، لأنه وضوء استعمل يستحب تجديده وليس بواجب، لو استمريت في الصلاة مهما في مانع، لكن يستحب التجديد. أما إذا ما صليته ولا استعملته فلا يحتاج إلى تجديد. نعم. والمسألة كلها استحباب ما هو وجوب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول بأن الإمام أحمد رحمه الله رد رواية من قال بخلق القرآن أو توقف فيها ولو كان عدلا، فهل هذا القول صحيح؟ نعم، يقول بخلق القرآن هذا كاذب،
لا تقبل روايته. الذي يعتقد أن القرآن مخلوق هذا كافر، والكافر لا تقبل روايته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن الإمام أحمد رحمه الله محدث وليس بفقيه نظرا لأنه ألف في الحديث ولم يؤلف في الفقه، فكيف يرد عليه؟ اللي يقول هذا ما يعرف الإمام أحمد، ولا يعرف فتواه، ولا يعرف ما دون عنه من الفقه. الإمام أحمد يعتبر من محدثي، يعتبر من فقهاء المحدثين، هو جمع بين الفقه وبين الحديث، جمع بين الفقه وبين الحديث. لأن العلماء على المحدثين على قسمين، القسم الأول الذين جمعوا بين الفقه والحديث كالإمام أحمد ومالك والشافعي وإسحاق بن راهوي، والذين جمعوا بين الرواية والدراية. والقسم الثاني الذين اقتصروا على الحفظ فقط ولم يستنبطوا الأحكام، هؤلاء قالوا هم الحفاظ، يقال لهم الحفاظ، أهل الرواية فقط، أهل الرواية وليسوا أهل دراية. القسم الثالث والعياذ بالله اللي ما هم لا من أهل الرواية ولا من أهل الدراية، هذا ضايع. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لذلك، فقال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا أمسكت الماء وأنبتت الكلى فارتوى الناس ورعوا. وهؤلاء هم أهل الرواية والدراية، المحدثون الفقهاء. وأصاب أرضا أجاد، يعني ما تنبت لكنها أمسكت الماء ونفعت الناس، هؤلاء هم الحفاظ أهل الرواية فقط. وأصاب طائفة ثالثة، إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، فذلك مثل من لم يقبل هدى الله الذي جئت به ولم يرفع بذلك رأسه. فالإمام أحمد رحمه الله من رؤوس فقهاء المحدثين، وفقهه الآن معروف ومدون. هل هذا مكذوب عليه؟ حاشا وكلا. فمن هو اللي يقول ان احمد ما هو فقيه وفقهه الان يملا المكتبات؟ هذا يجحد الواقع، او انه ما يعرف الامام احمد،